عندنا بعد كده الكلاسز والاو بي. عشان نفهم الكلاسز لازم نفهم ايه هو الاوبجكت. اي جروب او اي مجموعه من الحاجات ليها نفس الخصائص ممكن نعتبرها اوبجكت، بمعنى ان احنا ممكن نعتبر لعيب الكوره ده الفوتبولر ده نعتبره اوبجكت، لان اي لعيب كوره اكيد بيلعب في نادي واكيد بيلعب في منتخب واكيد ليه مركز معين واكيد ليه رقم تيشيرت الخ الخ. نفس الكلام ممكن مثلا نعتبر المدينه دي اوبجكت، لان اي مدينه اكيد في محافظه معينه واكيد في دوله معينه واكيد في قاره معينه واكيد سكانها بيتكلموا بلغه معينه او لهجه معينه وهكذا. في الاوبجكت ده اي مجموعه من الاشياء ليها نفس الخصائص او ليها خصائص مشتركه بنعتبرها اوبجكت. الكلاس بقى ده هو تمبلت للاوبجكت، هو اسطمبه للاوبجكت من خلالها كل اوبجكت بيبقى ليه البيانات بتاعته المحدده. بمعنى ان احنا زي ما قلنا ان الفوتبولر ده يعتبر اوبجكت، لما باجي بقى اعمل كلاس للفوتبولر الكلاس ده هو فيه الاسطمبه الحاجات الكومن للفوتبولرز، ان اي فوتبولر ليه نيم ليه فريق ليه منتخب وهكذا. الاوبجكت بقى نفسه اللي هنعمله من الكلاس ده هيبقى ليه داتا معينه لهذه الخصائص، فكل لعيب ليه اسم معين، هم كلهم بيتفقوا ان ليهم اسم لكن كل لعيب ليه اسم خاص بيه. نفس الكلام كل لعيبه بيشتركوا ان كل واحد بيلعب في فريق، لكن كل لعيب ليه فريق محدد. نفس الكلام كلهم بيشتركوا ان ليهم منتخب معين بيمثلوه، لكن كل لعيب ليه منتخب معين وهكذا. في الكلاس ده بيعتبر تمبلت للاوبجكت، والاوبجكت ده مجموعه من الاشياء بيتشاركوا فيه نفس الاتريبيوتس والميثودز. الاتريبيوتس نعتبرها البروبرتيز او الخصائص، اللي هي مثلا كنا بنعمل انت ايج مثلا او سترينج نيم، دول اتريبيوتس يعني بتعمل داتا تايب وفاريبل. وميثودز اللي هي الفانكشنز اللي احنا لسه شارحينها فوق. فاي كلاس في الدنيا بيبقى ليه اتريبيوتس وفانكشنز او ميثودز، في سبيشال فانكشن اللي هي الكونستراكتور اللي هي هنوضحها دلوقتي. نقدر نعبر اسهل عن الكلاس ده بكاننا بنعمل داتا تايب جديده، زي ما احنا قلنا مثلا ان السترنج ده يعتبر داتا تايب وكنت بعمل منه اوبجكت او فاريبل. احنا بقى عايزين نعمل كلاس معين نسميه مثلا اي حاجه نقط، عايزين زي ما في سترنج احنا نعمل كاننا بنعمل داتا تايب محدده بالنسبه لنا احنا. الداتا تايب دي هنعمل منها اوبجكت، فعايزين احنا نعمل كلاس كانه بيوازي فكره السترنج والانت وهكذا، وهنعمل منه اوبجكت زي ما كنا بنعمل فاريبل من الداتا تايب. فلو انا حابب اعمل كلاس بعمل فايل نيو فايل بقول جافا كلاس، ماشي، اسمي الكلاس بتاعي مثلا ستودنت طالب. كده انا بقى عندي كلاس اسمه ستودنت، لازم احط له الاول الاتريبيوتس بتاعته. فانا فارض ان كل طالب ليه اسم وكل طالب ليه سن وكل طالب ليه جي بي اي. الاسم اكيد سترينج، الايدج اكيد انت، والجي بي اي انا مختاره تشار. كده احنا عرفنا الاتريبيوتس بتاعت الكلاس ده، طبعا السنتكس بتاعه. انا اول ما عملت نيو كلاس لقيته هو كاتب على طول كلاس بعديها اسم الكلاس وفتح لي بريسز انا حطيت الاتريبيوتس. لكن ده عموما السنتكس عشان تعمل كلاس، بتكتب كلمه كلاس بعديها كلاس نيم اي اسم انت عايزه، وهتحط الاتريبيوتس والفانكشنز بتاعتك، وفي سبيشال فانكشن اللي هي كونستراكتور اللي هنقولها دلوقتي. فانا كده اهو كلاس بتاعي اسمه ستودنت، حطيت فيه ثلاثه اتريبيوتس. بعد كده هبدا اعمل فانكشنز بتعمل بعض التاثيرات او بتعمل بعض الشغل يعني على الاتريبيوتس دي. قلنا عندنا في سبيشال فانكشن جوه الكلاس اسمها كونستراكتور. الكونستراكتور دي هي فانكشن ليها نفس اسم الكلاس، الكلاس بتاعي اسمه ستودنت، يبقى الفانكشن دي اسمها ستودنت. ما بحطش قبليها الريتيرن تايب بتاعها، عشان كده برده سبيشال فانكشن ملهاش ريتيرن تايب، واسمها نفس اسم الكلاس. وبفتح بريسز وبحط ديفولت فاليوز للاتريبيوتس بتاعه الكلاس بتاعي. فانا هفرض مثلا هقول ذيس دوت نيم، يعني النيم بتاع الكلاس ده ذيس دوت نيم، يعني النيم بتاع الكلاس ده اللي هو ده النيم ده اهو، بقول له ايكوال والاول مش هديله قيمه. طيب وهاجي اقول ذيس دوت ايج، الايج هنا الديفولت بتاع اي حد هعتبره زيرو، وذيس دوت جي بي اي هقول مثلا اف. يبقى انا كده عامل ثلاثة ديفولت فاليوز لاي ستودنت، يعني اي ستودنت لو ما ادانيش اي قيمه دي هتبقى الكاركترستكس بتاعته. طيب بعديها بقى نعمل الفانكشنز العاديه. فانا فارض مثلا ان انا هعمل فانكشن اسمها برنت بروفايل، فهي فانكشن هنبني بقى فانكشنز عادي زي ما احنا شرحنا الفانكشنز. فهكتب فانكشن ما بترجعش حاجه يبقى فويد، وهكتب برنت بروفايل من اسمها بتطبع بروفايل الطالب، وهقول اهو سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، وهقول لها نيم نقطتين فوق بعض بلس، وهقول ذيس دوت نيم، يعني النيم نقطتين فوق بعض مسافه
حطي لي النيم ده اللي هو النيم ده. بعد كده هقول system.out.println، وهقوم قايل age نقطتين فوق بعض plus this.age نفس الكلام system.out.println gpa نقطتين فوق بعض plus this.gpa. يبقى انا كده بقى عندي function ما بترجعش حاجه ما بتاخدش حاجه اسمها print profile، بتطبع لي النيم بتاع الطالب، الايدج بتاع الطالب، الجي بي اي بتاعه الطالب. ممكن نعمل فانكشن ثانيه بترجع لي قيمه بوليان، الفانكشن دي اسمها باس، بتاخد مثلا درجه للطالب ديجري، وبتقول لي الفانكشن دي بقول لها اف ديجري جريتر ذان 50، وقوم قايل سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، او بلاش طالما انا عامل بوليان يبقى ارجع قيمه هقول ريتيرن ترو else ريتيرن فولس. يبقى انا هنا بقول لو القيمه بتاعت الديجري دي اعلى من 50 او ايكوال 50 رجعي ترو، else رجعي فولس. كده انا عملت كلاس اسمه ستودنت. الكلاس ده ليه 3 اتريبيوتس، نيم وايدج وجي بي اي، ليه 3 فانكشنز، واحده سبيشال فانكشن اللي هي كونستراكتور اللي اسمها على اسم الكلاس بتديني ديفولت فاليوز للكلاس بتاعي، وعندي 2 فانكشنز عاديين برنت بروفايل ما بترجعش حاجه بتطبع بس، وفانكشن باس بترجع لي ترو او فولس هل هو ناجح ولا لا. لو حابين بقى ان احنا نستخدم الكلاس بتاعنا ده، احنا كده بس عملنا الكلاس ما عملناش منه اوبجكت، يعني ما استخدمناش الكلاس. اقدر اجي هنا واكتب اسم الكلاس اللي هو ايه، اللي هو ستودنت. ده السينتكس بتاع ان احنا نعمل اوبجكت من الكلاس بتاعنا، فهكتب اهو اسم كلاس ستودنت، بعديها اسم بقى الاوبجكت بتاع كلاس او فاريبل زي ما كنا بنعمل من الداتا تايبس، فسميه مثلا ستودنت 1 ايكوال، بعديها نيو اسم الكلاس تاني، وافتح واقفل قوسين. كده انا عملت اوبجكت من الكلاس بتاعي اللي اسمه ستودنت بس ما اديتلوش قيم. طيب لو انا بقى حابب اتعامل مع الاوبجكت اللي انا عملته من الكلاس بتاعي، فبكتب student1 دوت، هلاقي طلع لي التلاتة variables بتوع الكلاس بتاعي. في الايدج مثلا اقوم حاطط 20، كده student رقم واحد اللي انا عملته ده الايدج بتاعه 20. ممكن اجي النيم اسميه ميسي، وهاجي مثلا student1 دوت gpa هفرض ان هو ايه. كده انا حطيت البيانات بتاعه الستودنت 1. لو جيت كتبت بقى ستودنت 1 دوت برنت بروفايل الفانكشن اللي انا عاملها وعملت بيلد ورن، هلاقي فعلا استخدم الفانكشن بتاعه برنت بروفايل وقال لي منين ميسي اللي انا مدخله، الايدج 20 اللي انا مدخله، والجي بي اي بايه زي ما انا عامل. طب لو كنا طبعنا البروفايل قبل ما نحط الفاليوز دي كان هيطبع لي القيم الديفولت اللي جوه الكونستراكتور اللي هو النيم مفيش، الايدج ب 0، الجي بي اي ب اف. فعلا انا كنت مدخل القيم ديفولت اهي، النيم مفيش، الايدج ب 0، الجي بي اي ب اف. ده كده اهو السنتكس بتاع ان انا اعمل اوبجكت من الكلاس بتاعي، فعلا طبقناه اهو. وبعد كده ده السنتكس بتاع ان انا استدعي الميثودز او الفانكشنز اللي جوه الكلاس، وده طبقناه، وطبقناه كمان على الفاريبلز او الاتريبيوتس بتاعه الكلاس بتاعي.